الفيديو اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي كان واحد من الفيديوز اللي اتصدرت الترند في العالم كله في الايام اللي فاتت، ونقدر نقول ان هو عمل ضجه عالميه غير طبيعيه. الفيديو متصور في فيلادلفيا، وتحديدا في واحد من متاجر شركه ابل، واللي اقتحمها عدد كبير من اللصوص الملثمين في امريكا لسرقه احدث هواتف الشركه. والواقعه دي اتكررت في اكتر من ولايه امريكيه بنفس الطريقه وفي توقيتات متقاربه، ولكن الشركة الأمريكية كانت أذكى من اللصوص وقررت في البداية أنها تتبع أماكنهم عن طريق الهواتف وبلغت عنهم، ولكنها قبل ما تبلغ عن أماكنهم قامت بوقف الهواتف نهائيا، وده معناه أن كل الموبايلات اللي سرقوها بقت عبارة عن حتة حديدة وبس، ملهاش طبعا أي قيمة. ودي مش أول مرة متاجر الشركة تتعرض للسرقة، لأنها اتعرضت لواقعة زيها في سنة 2020.